الشباب هم أساس الاستدامة، ومو زايد كانت مجرد فكرة عنده هو، بس هو آمن في منه إن نحن كشباب. المعارف والتجارب والتعلم المستمر، نحن كشباب اليوم ما نبغى بس نفكر ان نحن نحصل على شهادة البكالوريوس، لا، الانسان يفكر انه يطمح اكثر يوصل للدكتوراه. ليش بلادنا اليوم ما تقولنا لا؟